اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد الاخوان، سوق جديد ان شاء الله، سوق الخميس حديث بتاريخ 20/10/2022. تحياتي للجميع الاخوان، اللهم يسر. والاخوان افتتاحيا غنبداو نفتتحوا بهاد البركه هادي ديال سي حسن وسي زهير، خروف المليح اللهم بارك. بالنسبه للناس ديال الفيسبوك البارح كنحطهم سي زهير، هاي سخر 48 2400 درهم عطا، 2400 درهم عطا. المهم الاخوان هاد البركه هادي مكرره عنده فيها شي تكون شي 20. بالنسبة للناس المتتبعين شافوا واحد البركة اختها نهار الثلاث سوق الثلاث، ولكن الاخوان ماشي هي ماشي هي. المهم الاخوان هو قطعة ب 48 جملة، فاش كان قطعة ب 48 جملة. المهم دابا يمكن راه عزلة هنايا غير مزيان هو اللي عزلة، عطاو 48 الزور غير درياس ما يسخرب ما غاديش نبيعو 8 ابيع حاس الله يربح تا 50 واش يبيع لك ولا ما يبيع لك؟ واش هذا يا حول يا بلدي يا حور الريس بارك الله فيك. ما يسخرب الدراري تيشري عنده تيعطيه 48 قلب الحولي تشوف كي داير زير لحظة لا يسخر شحال عاطين فيها 48 48 انتم مزيانه منها ولا اللي جريتها؟ اه غير شديتهم من الطرف شحال هاد السلعه دابا اللي في السوق 48 هادي واصله 48 شحال مازال في الدار؟ تقريبا شي 110 110 فيها ماشي غنبدا حسن ثاني سلعه واحده سلعه واحده وكل الفيديو اللي شفت البارح ما فيهش بزاف اللي حطيتي البارح فيه 50 هذاك الفياج واحد فيه 50 الفياج واحد فيه 50 يعني مازال 50 فرق مازال 140 قلتي 110 اش كاين غير يسخر الله يسخر بديات تبارك الله حارة مريقلة خلطة فيها ديال لا لوك فيها البلدية فيها ديال لا لوك وديال البلدية الله يسخر تيني غاسي خفيرو يلا مرحبا خو زوين الله يحفظك شحال باش قطعتو هذا؟ ودابا كنقولو 60 60 3000 درهم مازال بدا صافي 3000 درهم باش قطعة الله يسخر الجميع. سي زهير غني عن التعريف الاخوان تبارك الله. المهم كيما قلنا المهم الاخوان كاينه 110 110 اللي بغا مرحبا والف مرحبا تحياتي للجميع الله يسخر. سوق خميس تيم حديث الاخوان هو هذا بتاريخ 20/10/2022 تحياتي للجميع. مازال الاخوان ان شاء الله غادي نوافيكم بالجديد، اتمنى ديال الخروف والخروفة والنعجة ان شاء الله. هاد الفلوق الاخوان غادي نحطو بوحديتو. المهم الاخوان كيما قلنا تبارك الله راه عندهم 110 اللي احتاجها مرحبا. عطونا نمرة تليفون 06/61/48/27/21 و سي حسن راه غني التعريف. بالنسبة للناس اللي تعرفوه الله يسخر لهم، الناس اللي ما تعرفوش يتواصلوا بيا ان شاء الله وانا غادي نوصلكم عنده اللهم يسر.